حياكم الله سادة الأكرام في حلقة جديدة من برنامج مال واستثمار، وضيفي العزيز لهذه الحلقة الدكتور مصطفى الهيدي، رئيس صندوق إعادة أعمار المناطق المحررة. حياكم الله دكتور مرة أخرى. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور. بالتأكيد حلقاتنا السابقة لفترات طويلة تحدثنا الكثير من مراحل المشاريع اللي بدأ بها صندوق بمراحل متقدمة، سواء بسنوات اللي عقبت تحرير المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابي، وأكيد كان لكم دور متميز بنقل نوعية سواء بالمشروع حتى ب أنا أسميها بالمستوى الاجتماعي للنازحين اللي عندما يرجع يشوف منطقته بشكل آخر، ربما هذا يكون يساعد بعمليات الاستقرار والأمان. خلينا نبدي ما انتهى بالشارع اليوم، تسمع كثير من الأحاديث، أنت ليس ببعيد عن الوضع السياسي للبلد، هناك من تحدث عن يعني اختلافات في وجهات النظر بالنسبة للدول المانحة. هل لمستم أو هل توصلتم برسائل أو مسجات من دول مانحة؟ لا نقول أنها امتنعت، وإنما يعني ترددت بدفعات أخرى المنح. هل صندوقات الإعمار يعني لمس شيء من الإرباك أو التردد لدول مانحة بسبب الأوضاع السياسية اللي ممكن تكون سبب آخر لعرقلة عمل الصندوق؟ تفضل. إحنا إذا نجي على المستوى المحلي، إرباك تغيير محافظ من محافظة إلى محافظة آخر يسبب لنا إرباك بالعمل، وهذا الشيء اللي صار. يعني مثال الموصل، من 2017 إلى حد اليوم 3 محافظين، لذلك خلى تأخير في إنجاز الأعمال. المجتمع الدولي حقيقة في موضوع المنح والقروض ليه السبب بدأ هذا الموضوع؟ ليش نحن ما زلنا مستمرين والأحداث ما صار لها يعني وقت بهذا الاتجاه؟ بس نخشى أنه فعلا إذا الأوضاع ما مستقرة، وهذا اعتيادي. كان تصريح يوم أمس لبعض يعني سياسي كبار سياسي في الإدارة الأمريكية بأنه من الممكن أن تقطع الولايات المتحدة مساعداتها للعراق، أكيد راح يشبه هذا المنح التي أعطيت للصندوق. إحنا ما عندنا يعني من الصندوق من الولايات المتحدة الأمريكية ما عندنا أي منحة. عندنا المنحة الوحيدة اللي موجودة من دولة الكويت هذه، ومنحة صينية استلمناها واللي نسميها آليات للبلديات وكملت كليتها، وعندنا منحة تشيكية أيضا كملناها، منحة ماليزية بسيطة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ما عندنا وياها كصندوق إلى هسه ماكو. بس أكو مثلا قروض البنك الدولي الكبيرة اللي نعتمد عليها، بالطبع دول التحالف كلها مساهمين بها. يعني عندنا القرض البنك الدولي الأول اللي نسميه 350 مليون دولار، عندنا القرض الثاني من البنك الدولي 400 مليون دولار هذه، وعندنا بنك التنمية الألماني بحدود أيضا يعني حوالي 500 مليون يورو. هذه تابعة إلى دول، إذا لا سامح الله صار أي خلل بهذا الموضوع، هذه مشاريع كبيرة اللي تقوم بها ممكن تتأثر. طيب أنا تأخذ بملف آخر للمنح، لكن بما أنه أنت فتحت هذا الموضوع، دائما بعيد عن المنح أو القروض التي تعطى من البنك الدولي وصندوق أعتقد التنمية الألماني، الدول الأخرى أو ممكن الداخلة بالتحالف الدولي أو الدول الأخرى كالكويت مثلا، دائما نلقى المنح لا تتناسب وحجم الدمار العراقي. أنا أعرف هي الرسالة كمنحة أو مساعدة، أو هل إنهم غير مقدرين بحجم الدمار الذي تسبب به هذه المناطق، على اعتبار هذه الرسالة يعطيها العراق، على اعتبار بأن العراق كان يدافع عن العالم كله، هذه المناطق دمرت بسبب وجود عصابات إجرامية ممكن كانت تهدد العالم، والعراق كان هو السبب في دفاعنا. سؤال جميل هذا، خلينا نرجع شوية لورا. يمكن أرجع إلى 2003 إذا تتذكر نادي باريس ومدريد وأمور من هذه النوع اللي صارت. منح للعراق في تلك الفترة حسب ما أتذكر، أنا ما كنت موجود لا بالصندوق ولا حتى بالعمل السياسي، بحدود 25 مليار دولار منح، وحوالي 11 أتذكر قروض استثمارية. من تسألني وين راحت هذه المبالغ، ما نعرف عنها حقيقة. ما كفت يعني مستمسكات على هذا الموضوع واضح.
هل هي أطفاء ديون العراق مثلا السابقة؟ ما ندري بيها. أرجع لك إلى مؤتمر الكويت ب 2018 اللي صار، اللي هو الإعمار واستثمار العراق، حددنا بأيضا من قبل البنك الدولي بمساعدة الجهات العراقية، وزارة التخطيط، صندوق إعادة الإعمار والصندوق الكويتي، الاحتياجات لإعادة الحال كما هو عليه عام 2014 نتيجة العصابات الإرهابية وعمليات التحرير 88 مليار دولار نحتاج. فمن رحنا للكويت كان هذا الموضوع مطروح النقاش به، ولذلك المؤتمر كان يومين، يوم استثمار ويوم إعمار، إعادة الإعمار. ليش؟ لأن يعني التوقعات كانت كبيرة عندنا في هذا الاتجاه. من رحنا المؤتمر الأشياء الإيجابية حوالي ممكن بحدود 73 دولة ساهمت بالمؤتمر و2500 شركة استثمارية. من رحنا الحقيقة ما كانت هنالك منح بالمستوى المطلوب إطلاقا. ما كنت اللي تتوقعوا بأن الأرقام اللي كانت باركة؟ لا، بس شنو السبيل الآخر اللي صار؟ نجي على بحدود 30 مليار قروض استثمارية، أو بالحقيقة نسميها استثمارات. ليش؟ لأن هذه مو العراق راح يدفعها، بس الدول هي تريد تستثمر بالعراق. تقول لي ليش ما اجت هاي الفلوس للعراق خلال هاي الفترة؟ على استثمار. الاستثمار زين. ما كانت البيئة الاستثمارية ولا قوانين الاستثمار يعني خلينا نسميها ملائمة لهذه الدول. يعني تعرف الوضع بالعراق إلى هسه ما مستقر. يعني من لو نرجع إلى هذه الفترة كانت الانتخابات يعني اللي صارت الانتخابات وعدم تأليف حكومة، ويعني هذا الوضع تأخير ممكن هذا يدخل إذا ممكن دخل. لذلك ماكو دول تجي تستثمر وتحط فلوسها في بلد ما يعرفون السياسة مالته وين متوجهة. نايك عن الروتين والبيروقراطية والابتزاز. نجي على دائرة الاستثمار بحد ذاته فعلا أكو إشكالية في هذا الموضوع، يعني كثير من المستثمرين يشكون. فإذا لا الوضع نسميه السياسي مستقر، حكومة مو متكونة، حتى الحكومة اللي تألفت صارت هاي الأحداث اللي موجودة. لذلك يعني هاي المبالغ لو داخلت لنا حقيقة بالاستثمار يتغير وضع البلد بشكل كبير، فهي حلقة متواصلة مع بعضها. يعني مؤتمر الكويت ما حقق اللي شوف حقق شيئين، وثيقة حضور لا لا مو أكل وثيقة اللي هي وثيقة خلينا نسميها شقد. السؤال كان الأضرار اللي موجودة، الأضرار موجودة كبيرة وموجودة، لكن هنا نرجع مرة ثانية. مو أنت إذا رجعت على نظرية الخط المستقيم إذا ترجع إلى 2003 و 2004 العراق لم يستفاد من هذه المبالغ بشكل واضح. فلذلك هم أيضا الدول المالحة ما تدري هاي الفلوس وين تروح. أرجع لك شوية لأن إحنا شوية العراقيين ننسى، أيضا أكو جت الحرب الطائفية وأمور من هذا النوع، وبالتالي الدول المالحة تقول لك أنا أعطي فلوس حتى الناس تكتب بعضها، فالدافع الضرائب في تلك البلدان قالهم يعني خطأ راح يسووا يعني بداية استقرار الوضع بالعراق، وأيضا بدأت مشاكل أخرى. اليوم بدأت تسألني أيضا الوضع، هذه كلها تأثر حقيقة سواء على الاستثمار أو الدول اللي تريد تمنح. يقول لك أنا أدفع حتى يتحول إلى رصاص ناس تذبح ناس، هذه كلها. المناطق بالنسبة للمناطق اللي اللي عاشت الإرهاب ومن ثم تحررت، أغلب هاي المناطق إذا ممكن هي مستقرة، ممكن مستقرة أمنيا بلا سياسيا هذا وضع البلد كله. إذا كان هاي المسجات ما قدرت توصلوها بأن هاي المنطقة، لذلك من نقول مثلا منحة كويتية من إجت 100 مليون دولار مبلغ جيد للقاطع الصحي، خصصوها اشتغلنا بها لكل المحافظات المحافظات المتضررة. يعني انت حتى المؤتمر التركيز الاساسي اللي موجود في اعادة الاعمار المناطق المتضررة وبشكل عام للاستثمار بالعراق. انت خليها ببالك اي جزء من العراق يتعمر او يصير بحركة يأثر على بقية الاجزاء ايجابيا. يعني انت تريد تشتغل بالبصرة
ربما تحتاج شركات تجيك من العمار تشتغل بنينوى. العراق وحدة واحدة يعني شعب واحد، وبالتالي وين ما تقدر أنت تنمي راح يأثر بشكل نسميه غير مباشر على الجزء الثاني من العراق. ذكرت قبل فترة بداية حديثك أنه ممكن تغيير المحافظ راح هو أربك العمل. أنتم عملكم بمشاريع مستمر بهذه المحافظات، ممكن يكون جزء منها بمحافظ محافظة. وشون علاقتكم ويا الدوائر أخرى، أقصد مثلا الوزارات المنفذة، مجالس محافظات المحافظة، شون قدرتوا تأقلمون ويا هذه البيئة الإدارية البيروقراطية الروتين، حتى ممكن يعني ممكن خط الابتزاز يوصل هذا الموضوع، شو قدرتوا يعني تأخذون الصدمة والعمل بهذا الموضوع؟ الحقيقة إحنا أولا مجلس أمناء الصندوق من كافة وكلاء تقريبا الوزارات، وبالتالي إحنا من نصير القرارات الوزارات المعنية أدها علاقة ويانا، لأن القروض عادة القروض والمنح من تجي هذه نكون يعني عملية التنفيذ إحنا علينا الإشراف الفني والمالي وتنسيق الصندوق وحدة التنسيق بين الدول المانحة أو المقرضة وبين الوزارات القطاعية، وبالتالي إحنا بالحقيقة نساعد بعضنا، إحنا ما عندنا كونفليكت واحد ضد الآخر بهذا الاتجاه. مع المحافظات إحنا جاي نساعدهم، الناس هم رايدين والمحافظات. يمكن كان إشكال بالبداية كان الكثير يتصور إحنا نشيل الفلوس ونعطيهم إياه، يعني سواء من الموازنة الفيدرالية أو من مشاريع البنك الدولي، ما متعودين على آلية بهذا النوع. لذلك من قدرنا نفهمهم أصبحوا هم شريك. شلون شريك؟ على المشاريع تختارها المحافظة هي اللي تعطيني إياها، وبالتالي الأولويات تحددها، فأكو تعاون. المحافظين أيضا جزء من مجلس الأمناء ونتداول هناك، أكو روحية تقدرنا يعني نبرز، مو روحانية الفردانية وإنما ديمقراطية المجتمع. نرجع نقول المحافظات من يتغير محافظ، لأن يعني مما يؤسف له بعد النظرية الفردانية موجودة عندنا في إدارة الدولة، بالرغم إحنا يعني الوضع المفروض ديمقراطي من السلطة المركزية أعطت للمحافظات صلاحيات، المفروض المحافظة أيضا تعطي صلاحيات للمدراء وللأقضية وغيرها على نفسه حتى تكمل العملية. الموصل نرجع يعني هم العقلية الفردانية اللي موجودة، من يتغير محافظ كان معاني كل الهيكلية اللي وضعتها للمشاريع راح أجي ألمها من جديد. هذا حقيقة أخر العمل في الموصل بشكل كبير. هذا واحد من العمل. أنا بأخذ الموصل حقها اللي جابتك بعد الفاصل دكتور. يعني السؤال ممكن يكون هكذا، بأن نشوف إحنا وتيرة العمل بمحافظات أخرى مثل أنبار، وتيرة العمل كانت هناك سريعة وحتى المشاريع أظهرت على العنان، وأنك يعني تروح للأنبار تشوفك مشاريع قائمة للصندوق عكس ما موجود بالموصل. ممكن الوقت يكون سبب أو ممكن يكون إدارة. أرد جابتك بعد الفاصل دكتور. ما سبب تأخر ما سبب يعني عدم التسرع بمشاريع للصندوق في محافظة الموصل؟ جابتك بعد الفاصل دكتور. مستمر وياكم سادة المشاهدين، وشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم. دكتور اللي أتكلم بشكل مفصل عن الموصل، دائما حتى المجتمع الدولي يعني عندما تقول إعادة إعمار المناطق المحررة يذكر اسم الموصل بها. الموصل هل لها خصوصية عند صندوق الإعمار، وشون راح التوجه إليها وسبب تقليل المشاريع بها؟ الموصل يعني أقدر أقول لك إياها، إحنا كصندوق معطيها أهمية بشكل كبير. بس من تيجي تقول لي مقارنة محافظة الأنبار، أولا عملية التحرير من الموصل نتذكرها، يعني الجانب الأيمن كمل التحرير مات 10/7/2017، أنا بادي بالأنبار بال 2016. الموصل تلاحظ أكو فرق عندي سنة تقريبا. هذا نقول 2016 و17 نتكلم بهذا الموضوع، أكو عندنا مشكلة أخرى. أنت على المستقر الوضع بالجانب الأيمن دوار تراد لك كشوفات تجي لك، هذه راح تتأخر. يعني أقدر أقول لك بالضبط نهاية أو شهر 8 2018
يلا وصلتني مشاريع الموصل. بعرفش قد عندك فترة زمنية يعني من البداية إلى أن وصلتنا المشاريع بعد إلحاح بهذا الموضوع ونتيجة الوضع اللي موجود. قيادة المحافظة السابقة كانت نخليها أيضا كلش فردانية، ما أعطت مثل بقية المحافظات للمديريات اللي موجودة بها أن تتعامل بروحية إيجابية ويانا. بالعكس مو فقط إحنا، منظمة اليو ان دي بي يعني المحافظ منعهم اصلا ان يصدر قرار ممنوع ان يشتغلون، يعني يريد كل الشغل عن طريق المحافظه، عن طريقه هو مو عن طريق، بالعكس لو يعطيها هذا اخر كلش كبير المشاريع. يعني ساده النواب يعني دزيت عليهم من محافظه الموصل قلت لهم شوفوا حل المحافظاتكم، انا ما اقدر بعد اكثر من هذا الشيء. واذا صار اجتماع مع الامين العام وطلبته في وقت المحافظ انه تعال اعطينا مشاريع وعمم على الدوائر انه لا تعطون صندوق الاعمار اي مشروع، اعطونا الفلوس احنا نشتغل بها. قلت هذا الكلام مو صحيح. نرجع مره اخرى تقولي هسه ايش قد انتم مخصصين للموصل؟ الموصل من القروض والمنح الدوليه راح اعطيك المبلغ الكلي، قبل شويه قلت لك اياها ايش قد المبالغ اللي موجوده. الى حد هسه مخصص الى ما كملنا من القروض 400 والمنح 441 مليون دولار، وحوالي من الصندوق بخلال هاي سنتين 190 مليار دينار عراقي. مشاريع الموصل نرجع ليش هاي الفلوس كلش وتلكئت، ارجع اقول لك خلال هاي الفتره ثلاث محافظين، محافظ اول ثاني ثالث هذا اخر، واكو شيء وحشيته امام. انا لاحظت يعني نتيجه يمكن تغير الادارات اللي موجوده والظروف اللي عاشوها يعني الموصليين وفي نينوى يعني وانقطاعهم خلينا نسميه على المجتمع الدولي والعالمي فتره ما كانت اكو همه كثيره وكبيره في موضوع انجاز المشاريع. يعني من اجي واحكيها بكل صراحه مهندسي الأنبار من نريد من عندهم يعطوني مشروع متكامل نتيجة التغيرات يوميا نجيب مثل ما يقول مجموعة هندسية تشتغل والخبرة قليلة ما كان الانتاج بالمناسب. لكن أرجع أقول لك إياه اليوم صندوق إعادة الأعمار يعني الفكرة اللي تصوروها هو أقل مشاريع، مشاريعنا بالموصل كثيرة جدا. نهاية وإن شاء الله المحافظ هذا يستمر ويطول لسه. إحنا اليوم بداية 2020 إن شاء الله ب12/2020 نكون أنا وياك موجود بالموصل. ستلاحظ تغيير كلش كبير في الموصل. يعني بسنة 2019 و18 كان أكو تركيز كلش كبير للموصل. يعني أجيب لك مثلا أمثلة، الجامعة الموصل منه رجعها؟ رجعها صندوق إعادة الإعمار. يعني تقريبا بداية شهر 7/2017 قبل التحرير للجانب الأيمن أنا كنت موجود هناك. الجامعة كانت مغلقة. أخذنا مو أكو مهم، أكو عامل مهم شلون رجعوا النازحين وشلون بدأت الجامعة. 42 بناية في جامعة الموصل أخذها صندوق إعادة الإعمار. أنت بنترجع الطلاب خلال ثلاثة شهور رجعوا الطلاب إلى الجامعة وكان هذا حدث كلش كبير. اليوم أسأل يعني رئيس جامعة الموصل في اجتماع رؤساء الجامعات مع وزير التعليم العالي الأسبوع الماضي قال ما حد اشتغل لا لوزارة التعليم العالي ولا المحافظة في الجامعة، جامعة رجعها صندوق إعادة الإعمار. من يرجعون آلاف الطلبة معناته العوائل ترجع، معناته الحياة راح تدور، هنا يصير عملية الاستقرار. هنا أيضا نستفاد من الناس ترجع، لأن هذه المشاريع من ينفذها؟ المهندس ينفذها والشركات الموجودة والعاملين بها من الأهالي. إذا الصندوق هو مو جدران، فلسفتنا إعادة الإنسان وأيضا العجلة الاقتصادية. أنا الموصل الآن نأخذها مثال عن باقي المحافظات، أنتوا في الموصل شنو أولوية القطاع اللي بلشتوا بالموصل؟ مثل أولوية القطاع الصحي،
التعليم، مثل الطرق والجسور المجار والماء، شنو اللي أخذت أولويات كل مشاريع مهمة في كل المحافظات؟ أول ما بدينا مشاريع المي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني أنا مشاريع المي طبعا، وتلاحظ الغالبية ببداية، شوف لو تجي 2016 2017 2018 تلاحظ أكو صعود في مشاريع المي وهبوط. ليش؟ لأن خلصناه. يجي وراها المستوى الثاني حقيقة التعليم، يعني المدارس والتعليم العالي. يعني إلى حد اليوم من 2016 إلى 2019 الصندوق أعاد إعمار 187 مدرسة. يعني أعتقد في دائرة مثل دائرتنا من متشعبة، الطرق مئات الكيلومترات اشتغلنا بها حقيقة، سواء طرق داخلية نسميها للبلدية تابعة والطرق النازح، مو يرجع يريد حقيقة تصور أنه يريد مركز صحي ويريد مي، يريد أكو اطمئنان أنه أكو مركز شرطة ودور عدالة. بعد نسميها الخوفة بقلبه باشر عقبه من يصير أي حدث ما راح يريد. فلذلك أعطينا أهمية، جزء واحد ما يصور أهمية أنه مركز شرطة يسويه. وبلشتوا مراكز شرطة، خلصنا هواية مراكز شرطة من أبدع يعني التصاميم بالتعاون مع وزارة الداخلية. عندنا افتتاح قريب إن شاء الله إذا قناتكم تكون جاهزة، إن عدد من المشاريع المراكز الشرطة مثالية، مو أقول لك إياها، مديريات شرطة جنسية أحوال مدنية كلتها هذه. أنا أقدر الصندوق أسمي اليوم حكومة صغيرة زين، وزارات ما يضوجوا على شغلكم هذا، شوفون حلقاتكم أنت تماخذ أماخذ دور كل وزارات بالطرق والجسور والمدارس والبناء زين. هذا ما أريد أقول تقاطع، أشوف الوزارة أخرى بدي أشوف صندوق هذا العمل السريع الوتيرة، ما راح يقول لك انت جاي تتقاطع دا تاخذ شغلي وانا داس شغلك وانت حتاخذ مساحتي بهذه المحافظه وتلك المنطقه. الحقيقه هم ماخذين فلوسهم من الموازنه واحنا ماخذين فلوسنا. هذا سباق مشروع لتقديم خدمات. اليوم الصندوق باشرنا به يعني بالشغل، اني شخصيا جيت له ب 24/10/2016. اليوم عندنا 947 مشروع على الأرض قائم. يعني الأرقام اللي عندي بسنة 2016 و2017 المشاريع بحدود 300 مشروع صارت خلال هاي الفترة، الإنجاز 100%. المشاريع كانت شوية صغيرة وبسرعة. عندي ب 2018 حوالي 150 مشروع أيضا نسبة الإنجاز 97%، لأن أكو مشاريع طويلة. مثلا عندنا نسميها سدة الرمادي وناظم الورار، هذا من المشاريع الضخمة الاستراتيجية اللي أنجزت بالعراق من قبل مجلس الإعمار العراقي ب 57 أو 56. هذه انضربت 10 بوابات. هذه تنظم لك مستوى منسوب نهر الفرات من قبل سدة الرمادي إلى المناطق من الرمادي إلى جنوب العراق. تدري قد استفاد من أدها هذه من تقريبا كملت هذه 10 مليون إنسان لشرب الماء، والثروة الحيوانية والسمكية والزراعية آلاف الدور نبات. لأن هي بالطبع تتذكر قبل سنتين من كانت أزمة كبيرة وعطش صارت عندنا، سبب أنه المي من الإطلاقات تصير من 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 سد حديثة أو الفيضانات ما راح تنخزن، راح تطلع مثل ما هي، من يجي الصيف ما موجودة. هذه السدة تنظم المياه. الورار شو يسوي إذا أكو إطلاقات مائية زائدة مثلا السيول والأمطار السنة الماضية، وين يحولها؟ يحولها للحبانية. من المستوى ينزل يطلقها من سن الذبان، وبالتالي ذلك السنة بهاي السنتين الثلاثة ما حد يدري ليش انتظم المي. هي مو اطلاقات صارت من تركيا اكثر بالحقيقة، بس احنا قدرنا نخزن كعراق، نخزن كميات كبيرة، لذلك ماكو ازمة عندك هسه بهذا المشروع. هذا مشروع استراتيجي دكتور. أنت ذكرت قبل اللقاء أنه أنتم متخصصين بعدد من المشاريع ممكن تكون
متعلقة ببناء المدارس والتبليط ولا. طيب المشاريع الأخرى استراتيجية كبيرة اللي تتعلق بقطاع الكهرباء يعني بالقطاعات الأخرى تولى مهام الصندوق جزء منها؟ هسه راح أجي لك. عفوا، بالاستراتيجية مال الصندوق من شفنا حجم الدمار 88 مليار دولار، يعني حتى تعيد كما كنت بال 2014. من جينا سوينا تحليل للمشاريع، تقريبا المشاريع الانتاجيه تاخذ 50% ومشاريع الخدمات نسميها حوالي 50%. طيب هل الدوله تصرف على المشاريع الانتاجيه لو المشاريع الانتاجيه يجب ان تروح للاستثمار؟ الخدمات مسؤوليه الدوله ان تقدمها للمواطن. مشاريع انتاجيه خلي يجي نحكيها بكل صراحه، مشاريع الشركات خلي نسميها اللي موجوده للقطاع العام. كل الشركات فاشله والفشل مو جديد، قديم للتاريخ. في زمن النظام السابق تحولت اذا تتذكرون كل الشركات لان كانت ثقل على الدوله حولوها الى تمويل ذاتي. ليش؟ لان النظام السابق ما يقدر يقول عن النظام الاشتراكي فشل وراح احولها للخصخصه ويصير حكي من هذا النوع. فش قال بمصطلح لطيف؟ تمويل ذاتي. فبقى الثقل على المواطن. زين احنا ايضا بالدستور العراقي تحولنا منين؟ من نظام اشتراكي الى نظام السوق الحر. اذا نظام السوق الحر لازم ايضا يصير اعاده تفكير وبرمجه المخ سواء للمواطن العراقي او للدوله. انت ترى من صادقت على دستور واقتصاد حر كل الاشياء الانتاجيه وين تروح؟ للاستثمار. فلذلك المشاريع الكبرى ما عدا يمكن انتاج الطاقه اللي بدت ايضا، هذه مو شغلنا احنا، كل مشروع انتاجي ما اشتغلنا به. ليش؟ لان انا ما اقدر اخذ حصه المي، مشاريع حصه المي والكهرباء والخدمات والطرق والجسور والصحه اجي اعطيها للانتاج لمعامل فاشله. هذا حرام. يعني انا كرث حصه المواطن اروح اذبها رواتب في مكان اخر، هذا غلط. فلذلك ما اشتغلنا اي مشروع انتاجي على الاطلاق. واللي يفيد العراق، ليش قلنا لو احنا مستفادين من مخرجات مؤتمر الكويت في الاستثمار ال 33 مليار كان احنا وضعنا كلش ممتاز بهذا الاتجاه. طيب يعني انا كان جتني فلوس اضافيه تشتغل عندي بالعراق. اريد اني اغلق ملف الموصل واروح ملف اخر اكثر اهميه. ملف الموصل ممكن حتى المحافظات الاخرى، لكن من تحدث واعرف انه هذا مو من مهام صندوق عمليه التعويض للمواطنين كتعويضهم عن دورهم. اكو مشروع او مناشده تقدم بها الصندوق او فكره لتعويض الاهالي التي تضرروا بفعل الارهاب؟ اللي جابتك بعد الفاصل. سادتي المشاهدين المستمرين نشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم. دكتور أرد، أخذ حق الموصل بعدين نروح الملف آخر اللي كثير من المواطنين يتحدثوا عن يعني ممكن هناك أن تكون هناك تعويضات للأهالي التي تضرروا بفعل الإرهاب. هذا سؤال حقيقة مهم جدا واشتغلنا به. شوف أنا أعتقد هسه أتكلم يعني كثير من المناطق المتضررة عندهم فكرة عن الصندوق والصندوق فادهم في هذه المشاريع وكثير ناشدونا حول موضوع تعويضات الدور أو الأملاك المتضررة. هذا الموضوع تابع إلى قانون آخر ولجان مركزية وفرعية من المحافظات وليس للصندوق. لكن الصندوق من ضمن مهامه لكون العمل في المناطق المتضررة وهذا رجال النازحين قدمنا مشروع جميل جدا. أذكر البنك الدولي قدم قروض للعراق في مؤتمر الكويت باللحظة اللي انتهى المؤتمر. كان يعني نائب رئيس البنك الدولي قاعدين بعدنا على الستيج، اقترحوا أن يقدموا للعراق 6 مليار قروض ميسرة بحدود بالضبط 1.5%. العفو يعني خلال الخمس سنوات الأولى من تقترض ما يأخذوا من عندك فلوس سماح، بعدها تقسط على 10 15 20 25 سنة. فرأسا مسكت ايده بعدنا يعني ما نزلنا من الستيج، قلت له اريد للصندوق
مليارين من هاي المبالغ، ايش نسوي بها؟ قلت له موضوع المساكن المتضررة، عندي مشروع لها كصندوق. فكرتنا وين؟ النازحين يصرف عليهم المجتمع الدولي في العراق والعراق مليار دولار سنويا بالسنة، بالسنة 250 من الحكومة العراقية والباقي من المجتمع الدولي. طيب السبب، واحد من الأسباب الرئيسية هو المساكن المتضررة. الأرقام اللي عندنا 147 ألف وحدة سكنية متضررة، 59% من هذا الرقم نسميه الضرر أقل من 40%، يعني سقف موجود تقدر نسميه تأهيل. 41% سقف مو موجود يعني كامل. فقلت له أريد هذه المبالغ ونسوي دراسة نسميها من دار إلى دار، بحيث بالضبط المبلغ اللي يحتاجه أو التقدير لإعادة البناء بشكل مضبوط وأرقام قياسية نقدر نشتغله. من خلال وتعاقدنا مع شركة إيطالية أن نسوي لنا هاي الدراسة، وعندنا أرقام ممكن أن نستفاد منها. المبلغ هذا من نحصل عليه؟ مثلا البيت افرض 100 مليون، زين، نسلمه على شكل دفعات لرب العائله، رب العائله المراه او الرجل، زين، ويجون يشتغلون نسميه العائله ككل، بدل ما قاعد بالمخيم يجي رجعه يشتغلون. ايش راح نستفاد؟ العائله كلها، يعني اكثر عائله عاده عندنا، اقل عائله موجوده عندنا خمس انفار، زين، اذا يقدرون يساعدوه في بناء البيت بدل ما ياخذ مقاول او شركه او يجيب مثل ما يقول بنا، بس هو يساعد هو واولاده، لان في الظروف الطارئه ممكن يقدر، يعني من هذا المبلغ يتوفر له بحدود 30% إلى 20% من هذا المبلغ. ممكن هذا المبلغ يستفاد من عنده بشيء آخر، أنه يريد يوسع بيته أو مشروع آخر. هسه تسألني سؤال، طيب ذول ولده ما يعرفون لا بدنا ولا نجار ولا عمره، اتفقنا ويا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ورشة قاعدنا ومع الطاب ومع دوائر الدولة كليتها، واتفقنا انه نسوي بالمناطق اللي بيها تدمير كامل، نسوي ورش لمدة 10 أيام، ندخل هذول الأشخاص بيها يتعلم، يعجبه نجارة، يعجبه حداد، يعني الأمور اللي بناء بالبناء. هنا ايش راح نسوي؟ راح نعطي مهنة، علمناه مهنة ورجع يبني بيته، وإذا عنده فلوس زايدة يجوز المهنة يقول لك أنا أريد أصير نجار، أنا أريد أصير حداد، يفتح محل، أشتري لي تاكسي أشتغل به. هنا ساعدنا، جبنا العائلة، شغلنا العائلة، فلوس صارت عند العائلة، اعطيناه مهنة ما كانت عنده مهنة، تجربة صارت عندنا. هذا المشروع اطرحناه حقيقة بالجهات يعني خلينا نسميها رئاسة الوزراء، ودزيت رسائل بها وتكلمنا، كل مصرين انه احنا ما نقترض. طيب يا اخي احنا هذا الاقتراض من جهة على المبلغ اللي احتاجه، ايش قد راح ندفع بعد 5 سنوات؟ بعد 5 سنوات ندفع ما يعادل بالسنة بحدود 150 إلى 175 مليون دولار، بينما أنا ايش قد جاي أدفع هسه 250 مليون لأشياء انتهت. يعني بهاي ال4 سنين اللي موجودين بها اللاجئين كانوا مطفين احنا المبلغ كليته وكامل، وإذا الاقتصاد تحسن والنفط أسعاره تحسن أقدر أسدد. يعني أتوقع هذا المشروع أو القرض هو يعني قياس القروض، هنا راح أرجع المواطنين الأمراض الاجتماعية اللي موجودة بالمخيمات هواية كثيرة في هذا الاتجاه. اليوم أكو عندنا راح يطلع جيل من البنات ما عندهم مدارس ولا عرفوا والتعليم. كان الاعتراض على صيغة الاقتراض؟ اي الاقتراض. طيب ليش ما نقترض احنا؟ مو بعدين هسه احنا دخلنا مثلا في معاهدات، خلينا نقول ويا الصين، دخلت انا ب 400 مليار وانا كل اللي رايده مليارين، وارجع نازحين واعيد الحياة الطبيعية، والمبالغ اللي جاي يصرفها المجتمع الدولي كان ممكن ايضا ممكن يساعدنا بها اذا كان عندنا هذا المشروع، نطيها لعملية ترجع غريب يعني يعني حاولت. واخرا حتى قلنا لهم زين لا تاخذون هسه التعويض،
بالمحافظة يطلع التعويض مالته خلينا نقول 200 مليون مش قد يستلم من بغداد يجي ما يستلم 20 مليون لأن يبدي تقدير تقدير خيالي خلينا نسميه أو مو مستند قلت لهم طيب أفوفوا مشروعنا أنا عندي شركة موجودة وتقدر تسوي لنا دراسة ونعطيكم أرقام فعلية حتى تستندي واشتغلوا بها قال أنا عم أريده انهيها والكتب الرسمية موجودة هو اللي يشتغل زين ليش ما كفد منطق بهذا الاتجاه يعني ما قدرت مش قد ضغطت المجتمع الدولي كيف على هذا الموضوع احكي لك اياها بصراحه وقالوا هذا مشروع فريد يعني ما هذه التجربه راح يعزز اكثر من موضوع النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي يعني المواطنين مثل ما يقول رجعون بيوتهم خدمات بدل البيت الى هسه موجود على شكل خرابه مثل ما يقولوها ويجمع ما تدري بيه شنو راح اللي موجود اوساخ وقادورات وربما مجرمين وغيرها ما زالت موجودة يعني الموصل هسه لو قدرنا نرجع فقط المباني لأن أكثر الطرق هسه احنا منتهي كهرباء خلصناها المي خلصنا بقت الجسور مكاملة هذا على وزارة الإسكان والعمار يعني موجودة احنا مخصصين هالمبالغ من القروض لكن حقيقة المشكلة الرئيسية الموضوع به علامات استفهام كثيرة دكتور موضوع آخر أنا طبعا حجم المشاريع اللي تتولوها أنتم لها أولوية طبعا وأهمية كبيرة جدا طيب اختيار العاملين ما أقصد بالصندوق اختيار العاملين المنفذين لهذه المشاريع كشركات محلية شركات دولية شو طبيعة التعامل مع هذه الشركات كيف يكون اختيار الشركة المنفذة للمشاريع ممكن تكون مشاريع هي بسيطة طيب المشاريع الكبرى شلون كلها على نفس القاعدة احنا نتبع تعليمات 2/2014 نسميها مناقصات ما عندنا دعوات مباشرة اطلاقا تقدم الشركات وتؤهل كليتها على هذا المستوى دعوات مباشرة تصير عندنا من مرتين نعلن وما حد يقدم الوثائق القياسية تقول سوي دعوات مباشرة لشركات رصينة عندها أعمال مماثلة منجزة بنفس المحافظة إحنا كصندوق حقيقة سياستنا من البداية أنه نعطي تمييز العفو للشركة من نفس المحافظة أنا هذا كل شيء يهمني ليش هسه تقول لي من نفس المحافظة مع الاحتفاظ بسعر يعني مو فرق سعر كلش كبير إذا تساوت أفضل ابن المحافظة ابن المحافظة يصير عليه ضغط اجتماعي إذا تلكأ بالمشروع هسه من أقول لك هاي نسب الإنجاز تقول ما عندنا بالدولة العراقية نسب إنجاز من هذا من يكون ابن المنطقة أنت تعرف هسه تجي تقريبا العشيرة كلها تسكن حي واحد ولد ولاية يجي يقول لي أقول لك عش المدرسة ليه سما متأخر مرة صندوق مو جاي يعطيك الفلوس ليش ما تكمل النياة يجي الأخ لك ولدنا بالشارع من المركز الصحي تقبل أختك تولد بالسيارة هذا الضغط المجتمعي ليه تولد وفعلا هذا سر النجاح في هذا الموضوع يعني الحقيقة الصندوق سياسته كان بالبداية بال 2017-16 نعطي سميها درجات مقياس أعطي 10 درجات لابن المحافظة اللي يشتغل مشاريع جانا توجيه من وزارة التخطيط أنه العراق يعني بهذه التعليمات واحد فلذلك لا يجوز أن يصير تمايز بهذا الاتجاه اضطرينا أيضا بالأخير من تساوى عندي الأسعار لا أروح على ابن المحافظة هذا عامل كلش جربتوه لذلك أنا من أقول لك يعني من تسألني أقول لك نسبة الإنجاز عندي توصل إلى 100% يقول لك بالعراق ماكو يشحش بالفعل صح فأتمنى هسه دعوتي إلى قناة الرشيد أنه تطلعون بدل ما نسوي مقابلات داخل الصندوق نطلع وياكم مثل ما سوينا سابقا ويا احدى القنوات الفضائية ونروح مشروع حتى المواطن يصدق هذا الحكي لأنه هو يقول لك من يقول هذا حكي عندنا صور عندنا وثائق أنا بختم دكتور الحلقة بسؤال سريع جدا أنا أعرف أنه صندوق هو بمشاكل عدة بالقانون وارتباطها برئاسة وزراء حتى باختياره للموظفين عندكم مشكلة الموظفين هذا التنسيب والتروح أنت أنا شفتك عانيت من هذا الموضوع باعتبار وما زلت والسنة حقيقة صار عندنا كسرة كلش كبيرة يعني نسبنا خلال يعني من دوامتي لهسه صارت 3 سنوات الكادر اللي نسبته كله خلال هاي فترة سحبت الدوائر مالت لين القانون يقول
يعني عندك مو أكثر من 3 سنوات. زين، دربناهم خلال هاي الفترة. هذه الخبرة المكتسبة ضاعت علي، وبالتالي تغيير هذا الكادر يأثر علينا كصندوق. يعني شوف ارتفع اليوم من بداية 150 مشروع بسيط ب 2019 صار بحدود 425 مشروع، 400 يعني كبير المشاريع. من راح يروح من عندي هذا الكادر طلبنا احنا ووافقت يعني الدولة على يعني شو نسميها وزارات الدولة، يعني اخذنا اراء الوزارات كلها في موضوع قانون للصندوق، وكل الوزارات وافقت عليه، وش نسميها دائرة التدوين القانوني ايضا طون الرأي، ورفعناه الى رئاسة الوزراء السابقة. قالوا ماكو داعي، خلي يبقى نظام وقانون، لين وضع الصندوق ربما مؤقت ينجز عماله وينتهي. لو كان عندنا احنا تعيينات ما عندنا، عندنا فقط تنسيب يعني من دوائر الدولة، ومرات ايضا دوائر الدولة تحتاج الموظف وتسحبه فجأة من عنده هو مستلم ملف عندنا. هذا حقيقة يوقعنا بهزات. نتمنى يعني ان اكيد هذه الرسالة توصل للصندوق. الصندوق عمل مهم جدا دكتور. انا صراحة احييك على هذا الانجاز اللي حققته خلال، انا متابع عملكم لسنوات طويلة وحسيت اكو فرق بمعدلات ونسب الانجاز. اتمنى هذا النشاط، وانا متاكد منه حيكون متجدد خلال السنة المقبلة واللي بعدها. شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق دكتور وكل العاملين بالصندوق. شكرا لمعلوماتك، شكرا صراحة. الله يسلمك. الشكر موصول لكم سادتي المشاهدين، حتى نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى ذلك الوقت في أمان الله.